آه، تمام اذا آه، طلاب الاعزاء الان آه، نبدا بالزمن الاخير من آه، ازمنه آه التاسيس لدينا ليكس ذا شورت ستوري دعونا نقرا القصة, القصه القصيره التاليه لنستنتج استخدام وصيغه زمننا اليوم آه ان شاء الله اذا اقرا لكم القصه آه، ارجو منكم الاستماع آه، آه، والالصاق بتركيز yesterday al it was raining and thundering all day an طبعا هنا an اسم uh, 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 قفل او قفله an was playing inside the house she wanted to be outside she wasn't playing outside because it was raining an was trying to keep busy inside the house She was reading a book until the electricity went out. After lunch, she sat by the window and watched rain. While Anne, while Anne was watching the rain, the, tel the telephone rang. Her mother was calling to tell that she was coming home. She was bringing a new game. Anne and her mother played the game. While they were playing, the rain stopped. But Anne didn't notice she was having a good time with her mom. إذا في القصة التي قرأناها كانت عن قفلة اسمها آن. من يلخص لنا ما حدث في القصة؟ نعم يا يعني ولاء. إذا من يلخص لنا ما حدث في القصة؟ قصة آن. إسلام تفضلي. أول شيء كان في مطر كانت عم تمطر وترعد وكان يعني هاي الطفلة أنا عم بتشاهد المطر وهيك شيء نعم no. أنا طبعا الصورة ما طالعة عندي يعني أنه عم بعتمد على السمع اللي سمعته وكانت no. عم تشوف المطر التليفون رن وصارت تلعب هي وأمها آآ آآ هيك لحظة شي. لو سمحتي إسلام أعيدي لنا آخر فكرة كانت تشاهد المطر وماذا حدث؟ التليفون رن رن الهاتف ممتاز جدا ممتاز جدا اتوقف واياكم شكرا لك يا اسلام على تلخيصك للقصه تلخيص رائع فعلا صحيح وباعتمادك على الصوت ممتاز جدا هذا يدل على ان لديك قاعده جيده في اللغه الانجليزيه الان نتوقف عند الفكرة التي ذكرتها جميلتنا إسلام بأنه كانت الطفلة الآن تشاهد المطر تمام عند ذلك رن الهاتف هنا آآ آآ الان اعرض لكم الصوره هنا while آن was watching the rain بينما آن كانت تشاهد المطر the telephone rang رن الهاتف يا هل ترى هنا في هذه الجمله كم نشاط لدينا كم عمل لدينا نعم يا نشاطين نشاطين. نشاطين, نعم نشاطين نعم نعم نور أستاذ اول شيء مشاهده المطر بعدين رن الهاتف نعم لدينا نشاطين اذا كانت تشاهد المطر رن الهاتف طيب سؤال سؤالي هنا لكم اي العملين كان اطول من الاخر يعني اي العملين استمر اكثر من الاخر هل هو مشاهدة المطر؟, المطر. ممتاز. إذن مشاهدة المطر مشاهدة المطر ممتاز إذا مشاهدة المطر إذا نستنتج من هذه الجملة بأن زمن الماضي المستمر إذا زمن الماضي المستمر هو عمل كان مستمرا لبعض الوقت في الماضي ومن ثم أتى عمل آخر قصير المدة عمل قصير المدة فقطع استمرار العمل الأول. بكلمات أخرى الماضي المستمر هو عبارة عن عمل استمر لبعض الوقت في الماضي ومن ثم أتى عمل آخر وهذا العمل يكون حصرا في الماضي البسيط العمل الثاني فيكون قد قطع عمل الماضي المستمر. إذا هذا هو الاستخدام الأول للماضي المستمر. الاستخدام الثاني للماوي المستمر، نتابع. هل هل لديكم اي سؤال على الاستخدام الاول؟ ممكن تعيدوه بس الاقي الاستخدام الاول الاستخدام الاول يعني انه تمت المشاهده وانتهت المشاهده، كله بالماضي ما هيك؟ المشاهده لم تنتهي يا ايمان، هي كانت في حاله استمرار ولكن اتى عمل اخر في الماوي البسيط فقطع عمل المشاهده، انهاها. اعيد اعيد ما ما تمام تمام انتهت نعم هي انتهت اعيد الفكره آه بالنسبة للجميلة التي طلبت إعادة الفكرة أعيدها إذا هنا الفكرة بأن الماضي المستمر هو عبارة عن عمل كان في الماضي كان مستمر لبعض الوقت تمام؟ نعم. كان مستمر العمل لبعض الوقت فأتى عمل آخر قطع استمراريته كان أقول لكم مثلا في اللغة العربية بينما نحن الان من واقعنا ناخذ مثال بينما نحن نشاهد درس اللغه الانجليزيه ركزوا معي لو سمحتم بينما كنا نشاهد درس اللغه الانجليزيه قطع او انقطع الانترنت بينما نحن نشاهد درس اللغه الانجليزيه انقطع الانترنت بس ما ينقطع الانترنت الان نعم آه اذا هنا نحن كنا في حالة استمرار في الماضي تمام؟ كنا عم نشاهد درس اللغة الإنجليزية فجاء عمل آخر في الماضي البسيط قطع استمراريته قطعه. نعم. وضح الفكرة الآن؟ مثال مثلاً؟ نعم، أعطينا مثال يا إيمان، تفضلي. بينما كنت مستلقياً تحت الشجرة، هطل المطر. تماماً، إذاً كنت مستلقٍ مستلقياً تحت الشجرة. قال المقر، إذا هون أنت عم تتكلمي عن الشيء اللي صار معك بعدين، عم تحكي لأنه هو عمل في الماضي، فتقولي مثلا البارحة كنت مستلقية تحت الشجرة فهقل المقر، هون أنا عندي عملين، العمل الأول كان في حالة استمرارية وعمل طويل، فأتى عمل آخر في الماضي الوثيق قطعه وأنهاه. هذا هو الاستخدام الأول للماضي المستمر. نأتي الآن إلى الاستخدام الثاني، ركزوا معي في الجملة التالية. her mother, والدتها والدة آن was calling to tell that she was coming home كانت تتصل لتخبرها تخبر آن بأنها قادمة إلى المنزل لاحظوا هنا لدي عملين في الموضوع المستمر مع بعض هي كانت قادمة إلى المنزل يعني والدة آن هي قادمة إلى المنزل هي وآتية إلى المنزل اتصلت بها كانت تتصل بها يعني مثلا سأشبه لكم هذا الأمر باللغة العامية أنه أنا جاي على المنزل ورافع التليفون بإيدي وعم اتصل في, في مثلا في أهل بيتي أقول لهم أنا آت إلى المنزل هنا العملين في حالة استمرار في الماضي تمام كان أقول لكم مثال آخر I was studying أو I was doing my homework And my mother was cooking. انتبهتوا؟ إذا أنا كنت أدرس ووالدتي كانت تطبخ تمام؟ لاحظوا هنا العملين في حالة استمرار في الماضي. إذا النشاطين هون في حالة استمرار في الماضي. أنا كنت أدرس من جنب في غرفة ووالدتي من جنب آخر من جانب آخر في المطبخ كانت تطبخ لنا وتعد لنا الطعام. إذا هون العملية في حالة استمرار في الماضي إذا نستنتج من القصة بأن زمن الماضي المستمر له استخدامين هيا بنا لنتعرف على استخدامات الماضي المستمر قبل ذلك هنا أنبهكم بأن أين نحن الآن وي ناو أين نحن الآن في زمن الماضي المستمر إذا آه آه كما ذكرنا بأن الـ Continuous الأزمنة المستمرة هي the Present Continuous الحاضر المستمر وهو ما من انتهينا منه سابقا الآن نحن هنا في الـ Past Continuous في الماضي المستمر آه ولدينا أيضا سنأخذه في درس لاحق هو الـ Present Perfect Continuous أي الحاضر التام المستمر هذا سنتناوله في درس لاحق إن شاء الله